بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هشتغل على برنامج اوتوكاد ام اي بي. هفتح دلوقتي درون جديد، هقول له ستارت درونج، او ممكن اختار اي تمبليت من دول. تمام، ده الافتراضي، ممكن تختار اي واحد من دول تقول له عايز اشتغل عليه. مثلا هقول له ستارت درونج. طيب انا دلوقتي هشتغل ام اي بي، فلازم يكون في معماري موجود، فهاجي اسحب المعماري. اسحبه منين؟ هقول له انسرت واقول له اتاش واختار المعماري اللي انا عايز اشتغل عليه، وليكن مثلا اللوحة ديت. هقول له open، يقول لي هنا اسم الملف اللي هتسحبه، ده اسم الملف عادي. ممكن تقول له براوز وتختار واحد تاني. بيقول لي reference type. يعني ايه reference type؟ يعني بفرض ان الملف اللي انا ساحبه اكسرف ساحب حاجة تانية، يعني لوحة المعماري دي ساحبة كذا ملف تاني. ممكن يكون ساحب كهرباء، ممكن يكون مثلا عامل للسلالم في ملف تاني وساحبه، ممكن يكون ساحب واحد صاحبه، ممكن يكون ساحب التواليت، ممكن يعني ممكن يكون ساحب حاجه تانية. فلو اتاتشمنت هيجي هو والحاجه اللي معاه، اوفرلاي هيجي هو بس، تمام، والحاجه التانية مش هتظهر معايا. فانا اقول له دلوقتي اوفرلاي، بيقول لي سبيسيفاي اون سكرين السكيل. يعني لو انا قلت له علمت على ديت، يبقى انا كده اول ما اللوحه تنزل في المشروع هيقول لي انت عايز السكيل كام، او ممكن نشيل العلامه دي واخلي مثلا 10 10 10، يبقى هو يضرب السكيل في 10، او ممكن تسيبها 1 1. طيب سبيسيفاي اون سكرين. دلوقتي ده الانسرت بوينت، يعني هينزل في ال 0 0 0. ممكن انت تكون عايز ترحله، فتقول له مثلا رحله في الاكس والواي. الباص، طيب عندي 3 انواع. نو باص يبقى ملف المعماري مع ملف الام اي بي في نفس الفولدر. ريليتيف باص بيشوف ايه الحاجة المشتركة ويلغيها، يعني لو في الملفات دي موجودة على الفولدر دي، موجودة في ملف اسمه مثلا كات، خلاص هيلغي ديت. تمام، طيب فول باص هيجيب لي المسار كله من اوله لاخره، يعني هيجيب لي مثلا حتى لو هما الاتنين في نفس الفولدر بيحفظ المسار كله. تمام، فزي ما انت عايز. الروتيشن عايز لما الحاجة تنزل تعمل لها روتيشن ولا لا. تمام، فممكن تعلم كده، ولما الملف ينزل تبدا تختار الروتيشن بتاعه، او تقول له انا عايز الروتيشن مثلا 45 زي ما انت عايز. طيب هقول له اوكي، هيبدا يظهر لي الملف المعماري. طيب خليك بقى معايا دلوقتي، ده ملف المعماري اهوت. ممكن اجي هنا انا دي تطلع، ده جلوبال كات بلين، ده يعتبر زي الفيو رينج في برنامج اخر بدون ذكر اسامي اللي هو الريفل. ده الديسبلاي ابف، ده الحاجة في الدور بتاعي. ممكن تقول له مثلا لا ده انا عايزها 4000. تمام، وده كات هاي، الخط القطع بتاعي، وده اقل نقطة. ممكن تقول له انا عايز احسب الكات بلان، وتبدا تدي له كات بلان الارتفاع من كام ومن انهي دور. كانسل. طيب ركز بقى معايا في الشكل دوت. تمام، لو انا قلت له ده دي حاجة اسمها ام اي بي ديزاين، دي كلها زي اعدادات للرؤية. فلو انا قلت له الكتريكال، بص ايه اللي حصل، في حاجات اختفت وحاجات ظهرت. طب لو قلت له الكتريكال باور، طب لما اقول له دوت، كل واحدة من دول بيبقى لها اعدادات. في مثلا واحدة بيظهر السيلينج، واحدة ما بتظهرش السيلينج، في واحد بيخلي الحاجات 2D، في حاجات بتظهر 1D، يعني بيبدأ يشوف الاعدادات. تمام، يعني ممكن مثلا ايه الحيطة تظهر خط واحد 1D. تمام، طيب الاعداد دي بقى اجيبها منين؟ من قائمه مانج، بلاقي عندي حاجه اسمها ديسبلاي مانجر، بيقول لي كل حاجه فيهم هتتعمل ازاي. لو انا عندي كذا لوحه، كل لوحه بيبقى لها اعدادات مختلفه. بقول له مثلا الام اي بي ديزاين الجنرال، ده الاسم بتاعها لو عايز تغيره. هنا ايه الحاجه هتظهر ولا مش هتظهر، يعني مثلا في لما يكون اون لاين الكيبل تري يظهر ولا ما يظهرش. تمام، ده هنا مثلا ده بتاع الميكانيكال، فانا مش عايزه يظهر، عايز تظهره وتعلم عليه علامه صح. انا لو جيت في الالكتريكال، تعلم مثلا الكيبل تري زي ما انت عايز. كل فيو من دول هو انا مثلا عايز يظهر في البلاد، مش عايز يظهر مثلا في الاعداد بتاعت البلاد هاي الست. تمام، اهي تيجي تقول له مثلا دي الاعداد الجنرال. طب الديسبلاي ريليشن، ايه اللي يظهر واللي ما يظهرش. الديسبلاي اوبشن، ممكن تقول له مثلا لا ده انا مش عايز اللايت، مش عايز الاظهر باور. تمام، دي بالنسبة للإعدادات.
طيب دلوقتي خلينا نحط مثلا اي مكنة، اقول لكم مثلا من هوم، اقول له انا عايز الاكيومنت. طيب بفرض ان انا لقيت هنا دخلت ما لقيتش حاجات التكييف، يبقى انا عندي مشكلة في الورك سيت، عايز اخليها مثلا بايبنج، الكتريكال، بلامنج، زي ما انت عايز. انت لو شغال كهرباء تخليها الكتريكال، لو شغال هتعدل حاجة في المعماري بتخليها ارتكشر، تخلي الحاجة المناسبة للشغل بتاعك. طيب دلوقتي هقول له اكيومنت، الكيومنت بيبدأ يجيب لي الشاشة ديت فيها حاجات كهرباء وميكانيكال وبايبنج بلامنج. طيب هقول له الميكانيكال انا عايز اير هاندنج يونت، عايز مثلا المكنة ديت. مجرد ان انت تتعلم عليها وتبدأ تدخل في مساحة العمل هتلاقي المكنة دي ظهرت معاك، بتحدد البارت سايز بتاعك تمام، وممكن تختار هنا السايز نيم، ممكن تشوف التفاصيل دي تظهرها وتخفيها، الالفيشن بتاعك، الارتفاع بتاعك، عايز تعدل بعد كده بعد ما تنزل المكنة مفيش مشكلة، يقول لي الروتيشن بتاعها. طيب مجرد ما تعمل عليه سيلكت بيبدأ يجيب لي بعض الحاجات الخاصة بالإكوبمنت زي سيلكت سيميلر، اعمل سيلكت الحاجات المشابهة ليه لو في أكتر من واحدة في المشروع، سيلكت اعمل سيلكت حاجة تانية، إيديت ستايل، موديفاي إكوبمنت، تقدر تعدل الخصائص بتاعتك زي ما أنت عايز. طيب لو انا دوست شيفت ودوست على البقره، بص بيبدا يجيبها لي في ال 3D. طيب هو انا جايبها لي في ال وار فريم، فاقول له من فيو، هقول له لا ده انا عايزها مثلا في الشيت. طيب وتقدر في اي وقت تيجي هنا، انا عايز الفرونت، تقول له موف وتبدا تحرك مثلا المكان زي ما انت عايز، وتقدر تقول له انا عايز ادخل في الخصائص بتاعته، كنترول 1 تدخل في الخصائص، اه تقول له انا عايز الالفيشن بتاعي مثلا 3 متر مثلا، 6 متر، 9 متر، زي ما انت عايز. لما تيجي تبص على المكنه ديت بتلاقي فيه كونكتور، الكونكتور ده ممكن تيجي هنا تقول له اوتوماتيك الكونكتور اهوت، دوس على علامة الزايد تبدأ ترسم البايب اللي انت عايزه. هي المكنة نازلة ومعروف الوصلات بتاعتها، المفروض ان المكنة دي مثلا هيتوصل بيها ضغط ايه تمام. زي ما انت عايز تبدأ توصل المكنة. طبعا تقدر تدخل تعدل الويتس والهاي زي ما انت عايز، تختار المقاس المناسب ليك تمام. فدي فكرة ان انت تحط الاكيومنت اللي انت عايزها والتفصيلات اللي انت عايزها.